والإعادة تنعمل. القطعة هذه مهمة كونها بنعزف تقريبا كل القطعة هارموني نوتتين على البعد الثالث، والبعد الثالث زي ما تكلمنا سابقا في موضوع الهارموني انه انت تاخذ اي نوتة، فرضنا الدو بعدها الري رقم 2 بعد الري المي رقم 3، هذه رقم 1 و3 اللي هي الدو والمي يكون بينهم هارموني، يعني لما تعزفهم سوا يصيروا منسجمين، صوتهم حلو لايقين لبعض. وهذا هذه النظرية تقوم عليها تقريبا الموسيقى الغربية كلها، بس نحن هنا أخذينها بشكل مبسط. وفي هذه القطعة نوتتين نوتتين، القطعة الاي ميجر تلاقي في الدليل المقام الدو والفا والصول كله ديازات شارب، يعني هتلاقي أصابعك الثلاثة في الخانة رقم 2 في الأوتار 2 و3 و4 مع اللا، لا ماينر، اي ماينر، اي ميجر عفوا، اي ميجر. فنرجع لكلامنا اللي في أول القطعة، هذه الدو دياز مع المي أوبن، هذه الهارموني اللي بينها زي ما قلنا دو ري مي، دو ومي. تقريبا معظم القطعة بنعزف دو مي دو مي. هنلاقي مجموعة كوردات في القطعة قائمة على المبدأ حق البعد الثالث هذا. لو فصلتها انت عشان تفكفك القطعة وتعزفها لوحدها كتمرين يكون أفضل. يعني أول شيء الدو والمي، أحيانا نعزف مع البيس اللا، أحيانا نضيف اللا اللي في الوتر الثالث، حلو. في الكورد الثاني الإي 7 بيروح، نروح صباع رقم 2 هذا تقريبا ما بنشيله في الخانة رقم 2، نسوي له سلايد للري اللي هي طبيعي. صباع 3 نجيب السي من الوتر الثالث، صار عندنا الكورد الأول، ممكن نضيف له البيس الكورد الثاني، حلو. تعلم على هذا الانتقال من اللا صباع رقم 2 ما بيتحرك، بس بيعمل سلايد من خانة 2 ل3، هنا بحط صباع 1 وهنا بحط 3، مرجح عم يتمرجح عم يلعبوا سوا، ما أحلاهم هالأصابع أهو. على مهلك تمرن بدون ما تضغط على أوتار، خلي النقل سموث نعمة حلوة. فيك تضيف السي والري الاي اوبن اللي فوق لانه هو اي اي، وهنا لا في البيس تصير هنا لا مع اصبع 1 و2 على لا والدوتياز، بعدين نسوي سلايد صبع رقم 2 على الري ونحط السي ونحط البيس المي، صارت كوردين صبع 2 كيف تزحلق ما بشيله. هذه النقلة الاولى. عندنا كورد أسفل الري، أصبع 2 برضو على الري، بس ننزل أصبع 1 على الفا دياز ونحط البيس ري لأنه هذا الكورد ري، حلو؟ ري ميجر. صار عندنا أول كورد، بعدين المي، بعدين بدون ما أحرك يدي بس هي أصبع 3 وأحط أصبع 1 على خانة 2 وأعزف البيس ري، صار عندي الكورد الثالث. أرجع ثاني، 1 2 3، 1 2 3، تتعلم على هالنقلات رايح جاي.
رقم 2 ما بيتحرك. انتبه لهذه النقطة. هو القايد فينجر، القايد فينجر يعني الإصبع الدليلي اللي بيقودك، اللي بيخليك ثابت وتقلل الحركة. القايد فينجر هذا شيء ضروري جدا في كل القطع، في كل المعزوفات، انك تدور القايد فينجر عشان للحفظ، عشان انت تحفظ النقلات، وعشان النقلة تصير لقاته اكثر سموث. شايف البيس مرة لا مرة مي مرة ري لا مي ري مي لا. ما بعتقد في نقلة غير هذول الثلاثة في كل القطعة، إلا في السطر قبل الأخير لما بيروح للا في القرار، يكون على ال في المازورة رقم 4 من السطر الثاني من تحت. تكون كده أنت بتسوي الري والمي، تروح منزل إصبع 4 على اللا، إصبع 1 على الدو دياز. بس يعني كده تتمرن على النقلة، إنها يمكن أصعب شيء في القطعة. من هنا تروح نازل بس تتمرن على هالانتقال من ري مي للا والدو. شيل إصبع 2 وحط 1 و4 كلها. خو بادئ النقلة حقت الإي، بعدين نزل أسفل. شو بالآي والإم أنا بعمل الكوردات، بعدين نزل على الري ورجع للإي. إس 1 2 3 1. النقلة من هنا في السطرة الثانية المازورة الأولى، شوف إصبع رقم 3 بيسوي لي سلايد جميل للسول دياز والسي. لاحظوا أرجع من آخر مازورة من السطرة الأول وأكمل عشان تبان. لاحظ اني ما استخدمت اصبع رقم 4 بالمرة، كله كلها حولين هالكوردات الثلاثة او الاربعة. طيب وصلنا للصدر الرابع، المزورتين الأخيرة من السطر الرابع. هنا بس أضفت الإصبع رقم 3 عشان السي في آخر مزورة. هذه النقلة حقت الإيل البعيدة. بس هنا لاحظ أن بيطلع ترارارا بيطلع، يعني لازم تلحن هنا دا 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 دا. هنا بيلاحظ هنا بيتلحم اللحن من آخر كورد اللي هو اللحن للري والسي لما نعزف تيرا ترارارا. هنا راح المي والصول دياس، رجع تاني من الري والفا إصبع رقم 1 2. أعيد السطر الـ قبل الأخير من اللا هنا
من المازورة رقم 3 في السطر الأخير في القفلة في مهد لاحظ كمان المازورة الأخيرة فيها للا بيضة يعني إنه الزمنين ومع المقياس 3-4. طيب هي ليه زمنين؟ لأنه بدأت القطعة بواحد زمن اللي هو سودا في أول سطر اللي سموه بيك أب نوتس، فدائما المازورة الأخيرة هتكمل الأولى عشان كمان لو سويت إعادة 1-2-3-1 في إعادة القطعة، ولو انتهيت على 2 توقف ناقصة المزورة ناقصة الأولى والأخيرة، بس إنهم بيكملوا بعض يسموه بيك أب نوتس. أبغى أرجع تاني من المزورة رقم 3 السطر اللي قبل الأخير لاحظ كيف بتتلحم هنا السطر اللي قبل الأخير مع السطر الأخير تا 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 بعدين الرا لازم اللحن هذا يبان اللي في الأخير اللي هو قلت لك لازم يتوضح يعني حاجة مهمة ثانية، انت ممكن تغني القطعة تفك العقد تحسسك باللحن وتدخل في روحك في قلبك هتعزف أفضل. فبعد ما تتقن القطع وتتقن النقلات أعزف وحاول تغني بعدين هيكون اللحن اللي انت غنيته في ذهنك شغال عشان تظهره عشان يظهر معاك هيكون شغال لأنك قلته حيطلع معك أوضح هضمته لأنك غنيته تيرا را را حيكون معك حلا صوتك بس يعني ما هو مشكلة أنت حس باللحن بس. حاجة تانية أخيرة بدي أضيفها إنه أنت القطعة هذه ممكن تعزفها بهذه السرعة وسط أسرع يعني السرعة اللي تبغاها انت وشوف ايش اللي تفضل. طبعا انا افضل البطيئة اكثر حتتمكن منها وهي اجمل، لكن ما في مانع انك تعزفها سريع او تعملها استيكاتو. بس هذا يكون في مش في كل القطع لانه هتصير جامدة. أنا سويت استكاتو اللي في المزورة الثانية بس الباقي خليته ليجاتو. Thank you.
لاحظ انا هنا الستكاتو سويته في البيس. التنويع الأخير عن إن كيف استخدمت الاستكاتو وكل واحد وذوقه، يعني إنك تدخل كم استكاتاية كده عشان يبان الفاز أو بلاشي منه كله تصير. فيك إنك تلعب بالقطعة في الديناميكس كمان، في إنك تقعد تتماوج وتلعب بالإيقاع. لاحظ فأحيانا أنا بأخر إيقاع، شو السطر الثاني طولت هذا، ولما طولت النوت اللي في أول مازورة في السطر الثاني رجعت عوضت اللي أنا طولته في النوتتين اللي بعدها أهو. تطول في نوت وتقصر في نوت، هذه شغلة يبغالك تتمرن عليها كثير عشان ما ينكسر الإيقاع، لأنه أنت زي ما تطول لازم تعوض. مين اللي يقودك؟ إحساسك، هذه ما لها مقياس، ما لها إلا أنك تتمرن عليها. عيد تاني، شوف من السطر التاني. صارت سريعة جدا، آخر وقتي طويل، سريعة أخذتها عشان أعود. هذه حطول فيها وأسويها بيانو. جنازل في بطء في السرعة عشان أجي على الوقت بالضبط. دينامكس هذا موضوع كبير. أنا الدينامكس اللي سويته في الأخير وتكلمت عنه هذا بسرعة وباختصار يحتاج إنه نفصله بعدين أكثر، بس أنت أخذها فرصة، حاول تتلاعب بالديناميك بعد ما تضبط القطعة استنادا على الأشياء اللي قلتها أو أشياء من عندك. طبعا الديناميكس اللي أنا سويته يحتاج تمرين كثير، لأنك بتلعب كثير بالزمن بالبيانو والفورتي كثير، وتدمج بينهم تسوي ميكسات عجيبة. لازم تكون ملعوبة صح ولا تصير بلاي ستيشن. أتمنى لكم التوفيق وأبغى أشوف شغل حلو. قفل يا ولدي.